في النهايه برضو عايزه لا اقول لكم لا ايه ايه ما انت ما بينفعش يقعد ساعه يقعد طيب ما تقولي ده بتقول لك في النهايه ده انا مستنيه بس متجدده مش بعيد وزي انا تهت معاها اهي انت تهت معاها يبقى العيب فيكي يا هادي شفتي انت تهت مش فاهمه هي عايزه تقول ايه تهتي كل ده انا مستنيه تخلص عشان اقول انت قلتي مستوى الطالب المتخلف هو ده صح انت لسه وانت المدرس اللي ما بوصلش المعلومه انت مدرسه ما وصلتش معلومه وهي مستوى الطالب المتخلف ماشي يبقى احنا مش جايين بعض ادبنا على بعض من اول حلقه لا انت تروحي يا مان لان كده ما تقوليش بصي يا ايدي لا ما ينفعش اروح انا لا 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 والله عندي مشوار طب يا جماعه بصي علشان على طول موضوع الحسد على طول موضوع الحسد ده لو عندك واحده صاحبتك انا حسابي معاكي بعدين لو